السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم في الحلقة الخاصة لبرنامج الحكم في استضافة مدير دائرة التحكيم بالاتحاد الدولي السيد ماسيمو بوساكا، وحلقة خاصة راح يوظف فيها أمور جديدة في التحكيم والمشروع اللي هو تولاه من استلم مدير دائرة التحكيم بالاتحاد الدولي للحكام، وخاصة يعتبر الرجل الأول والذي طور بشكل كبير التحكيم في خلال السنتين أو الثلاث سنوات الماضية. أرحب بالسيد ماسيمو بوساكا في برنامجه اللي هو برنامج الحكم. أهلا وسهلا فيك مستر ماسيمو بوساكا، تحيات الجميع في قناة الدوري والكاس، وخاصة على رأس القناة سيد عيسى الهدمي مدير القناة، يحييك، وتواجدك هنا يشرفنا ويشرف التحكيم العالمي أيضا وخاصة برنامج الحكم. أهلا وسهلا. Thank you very much. السلام عليكم. جزيل الشكر. السلام عليكم وأشكركم جزيل الشكر لإستضافتي. سيد ماسيمو، لو تحدثنا في البداية، السيد ماسيمو بوساكا حاز على الشارة الدولية سنة 99، وأصبح لأول مرة يشارك في نهائيات كأس العالم 2006. لا أريد أن أتكلم عن البطاقة الشخصية، ولكن نترك الصور والتقرير اللي أعد زميلنا معد البرنامج الأسعد الزموري حياة السيد ماسيمو بوساكا في المجال الرياضي والتحكيم ودائرة التحكيم الدولي. نشوف ثم نرجع. ماسيمو بوساكا الرجل الأول للتحكيم في الفيفا. ماسيمو بوساكا صاحب 47 ربيعا، ولد في مدينة بلينزونا بسويسرا، عشق كرة القدم وبدأها كلاعب، ثم غير المجال وأدخل التحكيم سنة 1990 في سن يناهز 30. بعد 9 سنوات في مجال التحكيم تحصل على الشارة الدولية، 7 سنوات كدولي ينضم إلى قائمة حكام المونديال، وأدار أنذاك 3 مباريات. رويدا رويدا يتسلق سلم التحكيم ويكون كذلك موجودا في كأس أمم أوروبا 2008. تألق ماسيمو بوساكا جعله يدير نهائي رابطة الأبطال بين FC برشلونة ومانشستر يونايتد سنة 2009، ويتوج في نفس السنة كأفضل حكم في العالم. 2010 ماسيمو بوساكا يكون في مونديال جنوب إفريقيا ويدير مباراة صاحب الأرض والأوروغواي. كأس أمم أوروبا 2012 تكون ختام مسيرة ماسيمو بوساكا التحكيمية، ويتحول إلى مجال التسيير في الفيفا إلى أن تقلد مهام مدير دائرة التحكيم. من ذلك الوقت يعمل على تدعيم الحكام المستجدين، ويعمل على تطويرهم أيضا، ويعتبر الداعم الأول للحكام للوصول بهم إلى مرحلة الصفوة. الآن ماسيمو بوساكا مدير دائرة التحكيم بالاتحاد الدولي والمشروع الجديد، ياليت نعرف من السيد ماسيمو ما هو المشروع الجديد بالنسبة للتحكيم، واللي أعتقد صار له حوالي تقريبا أكثر من سنتين. نعم، أعتقد من بالنسبة للفيديو الذي رأيناه استطعنا الحصول على لمحة على ما نقوم به حاليا. أولا أود القول بأننا نحن بدايتنا هنا في قطر مهمة جدا، وبدأنا هذا السيمينار أو المنتدى، وأعتقد كذلك بأننا يجب علينا أن نشكر الاتحاد القطري لكرة القدم على دعمه وجهوده في هذا المضمار، وبالتالي ساهم الاتحاد القطري بشكل كبير في هذا الموضوع.
الموضوع. وبالنسبة لسؤالكم، أعتقد أن من الفيديو يمكن أن نرى بالتأكيد ما هو الأمر الهام بالنسبة للحكام، بالنسبة للنموذج الحكم النموذجي الجيد. والأمر الهام جدا هو بالطبع هو أن يكون هنالك شخصية قوية للحكم، والأهم من ذلك أن يكون يفهم كرة القدم، يفهم كرة القدم ودراستها وقراءتها، ويكون لديهم قدرة على التنبؤ خلال اللاعبين، وقبل أن تصل الكرة يكون لديهم قدرة على التنبؤ ويعرف كذلك ما الذي ينبغي عليه أن يقوم به وأين يتمركز في الملعب. الذي يشاهد دائما كرة القدم حتى يحس ويتوقع، وخاصة من خلال التوقع والقراءة قبل، يعني تحث ودائما تقول أنه لابد أن الحكم يتابع كرة القدم ليل نهار حتى يتعلم، وخاصة الشيء اللي ذكرته الفيلينج أو الشم للعبة والتوقع للعبة. نعم هذا بالتأكيد هذا صحيح. وبالمقارنة مع الفرق الوطنية لدينا عدد جيد، ونحن كذلك لدينا الفرق وكلهم لديهم لاعبون جيدين ويلعبون، لديهم مهارات جيدة. وما ينبغي القيام به هو على الأرض، تكون يوميا على أرض الملعب وترى كذلك ما يحدث وما يقوم به اللاعبين، وأن نفهم كذلك حركة اللاعبين وكيفية القيام باتخاذ القرار، لأننا اليوم في المواقف تتحرك بسرعة كبيرة جدا، ويجب عليك أن تفهم عقلية الفريق وحتى الفريق الذي يستحوذ على الكرة، وهناك المدافع الذي يحاول الرد على الكرة، وبالتالي يجب أن تتخذ القرار وأن تكون عارف اللاعب إذا كان سقط على الأرض ما الذي ينبغي عليك أن تقوم به. هذا ما نقوم به، وهذا أمر في غاية الأهمية بالنسبة لنا، يجب أن نفهم وأن نتحرك. يعني بسؤال من محور آخر، هل عن قراءتك للعب الحديث الذي الآن نشوفه في جميع المنتخبات، اللعب السريع، التكنيك الجديد اللي يستخدمونه المدربين، أنت تريد الحكام بطريقة الحكم المودرن اللي هو لازم يتابع هذه الأمور، وخاصة من خلال التكنيك والتكتيك اللي يقومون به المدربين في الآونة الأخيرة، أي بمعنى آخر يعني أنت تبي الحكام يهتمون بالخاصية هذه حتى تكون هناك متابعة دقيقة جدا، ويكون الحكم في اللحظة في الزاوية الصحيحة في اللحظة المناسبة عندما تكون الكرة في المنطقة المحرمة. هل هذا هو الفكر للحكم الحديث أم لا؟ بالتأكيد هذا صحيح. نعم هذا هي أساسيات بالنسبة للحكم، وإذا أراد الحكم أن يكون لديه ذلك الطموح الأعلى، وخاصة قبل يومين، قبل يوم السبت الماضي، أعتقد أني تحدثت لدقائق عن أن يفهم اللاعب والحكم وكيف ينبغي للحكم حركة اللاعبين كذلك وطريقة لعب الكرة، ويجب أن ترى كل شيء من المباريات الحية التي تشاهدها على شاشة التلفزيون. قبل سنوات قلائل كان شيء أول مرة جيت قطر سنة كم سيد ماسيمو؟ أول مرة جيت قطر أول مرة كان في عام 2003 أو 2004 بعد كأس العالم في دولة الإمارات العربية المتحدة تحت 20 عام، وقد بدأنا بحضور ورأينا النهضة الكروية الهائلة في دولة قطر، وبالتالي قمنا بدعوة العديد من الحكام والتطوير. الآن مستوى الحكام في هذه الدولة حدث تحسن كبير جدا في مستوى الحكام، هذا أمر مؤكد، ويمكن أن نتحدث ولكن أين النتائج؟
ليس فقط أن نتحدث، ولكن يجب، لقد رأينا الكثير من اللاعبين في العديد من الدول، ولكن النتيجة المحصلة لا تكون جيدة. بالنسبة لنا نريد أن نتخذ قرارا، وهذه إحدى القضايا الهامة جدا. يجب علينا أن نذهب إلى اللاعبين كما نقوم به الآن، وبعد ذلك ندخل إلى أرضية الملعب خلال المباراة ونقوم بعمل نوع من نموذج المحاكاة لمباراة كرة القدم، وبالتالي كيفية تحرك الحكام، ويمكن أن ترى النتيجة بعد ذلك. تجد حكاما شباب في سن صغيرة ولكنهم متقدمون في اتخاذ القرارات، وفي أفريقيا وفي آسيا وفي الكونكاكاف وفي جنوب أفريقيا البرازيل. إذن هناك تطور، لأن الحكام ربما يكون لا يكون لديهم مثلا الميزانية الكبيرة التي تعطى للاعبين، يجب علينا تحسين الأوضاع. نعم، بعض الناس لا يعرفون أن كرة القدم لا تقام إلا بوجود حكم وطاقم، خاصة حكم الساحة. من هذا جاء الاهتمام بالحكام والتحكيم. ولكن أرجع إلى صيغة ثانية، أنت ذكرت أول مرة جيت قطر 2004 وجئت أكثر من مرة. العام الماضي كنت موجود، وكان المعسكر في سباير حسب الاتفاقية التي كانت ما بين الاتحاد الدولي والاتحاد القطري وأكاديمية سباير. كيف ترى تواجدك لأول مرة، وجود حكام نساء مع حكام رجال، ولماذا اخترت قطر؟ نعم، قطر إن لم أكن مخطئا، قطر ستقوم بتنظيم كأس العالم المقبل في بعد روسيا 2022، ونحن نعمل مع المنظمين. من المهم جدا أن نتحدث معهم وأن نختار الحكام قبل عام 2022، لأن السبب هو أننا يجب علينا أن نستكشف مواهب الحكام. وبالتأكيد كما ذكرت، فإن لديكم هنا منشآت رائعة جدا، أسباير وغيرها من المنشآت الرائعة. نحن هنا نستخدم احتمالات أخرى، حيث أننا ننظر إلى هذه الملاعب ونختار ما نشاء. ونحن نعلم أن قطر لديها الفرصة الهائلة لأن تقدم كأس عالم رائعة واحترافية بمستوى رفيع جدا، باعتبار أنها تقوم الآن بالتحضيرات لكأس العالم بعد روسيا، ولدينا أيضا بعد فرنسا. كثير من يتصلون دائما بالبرنامج ويتكلمون عن التحكيم، يتكلمون عن الفقرات، مواد القانون. أنا أعرف أن مؤخرا نبارك يعني لنا جميعا، اللي هو انتخاب رئيس جديد للاتحاد الدولي انفانيتو، وأعرف أن أنت تمت بينك وبينه مقابلة قصيرة، تحدثت طبعا أكيد عن هذا المشروع. كيف الانطباع عند رئيس الاتحاد الدولي الجديد، وما هو الطموح لديك سيد ماسيمو بالنسبة للتحكيم والحكام، وخاصة مقبلين على كأس عالم نساء في هولندا 2019، وبالنسبة كأس العالم 2018 في روسيا؟ نعم، ذكرت لك أنني التقيت بالرئيس الجديد وذكرنا، تحدثنا معه حول هذه القضايا. أعتقد لإنهاء كل هذه الأمور يجب علينا التركيز على كرة القدم، ويجب علينا كذلك أن نضع كرة القدم داخل أرض الملعب. الآن كانت في الخارج، نتحدث بشكل نظري، الآن يجب أن يكون الأمر تطبيقيا داخل الملعب، وهذا ما نسعى للبحث عنه. نتحدث عن كرة القدم وعن المشروع، نتحدث عن حب مباراة كرة القدم، لأن هناك لدينا مناقشات رائعة حول مستقبل كرة القدم. وفي النهاية الاستحضارات والترتيبات تكون جيدة. تحدثنا عن أمور كثيرة،
ولكن المهم جدا أن نحضر. هل هو مع المشروع اللي أنت اتخذت يعني أخذته من سنتين؟ هل رئيس الاتحاد مع هذا المشروع متفق معاك بكل شيء، خاصة أن هناك معسكرات دائما متتالية حتى كؤوس العالم سواء بالنسبة للنساء أو للرجال؟ نعم نعم نقول إن شاء الله. نحن المسألة في يد الله تعالى، ويجب علينا الاستمرار بهذا المسعى، وفي النهاية نبحث عن النتائج، نريد نتائج. نحن تحدثنا وقدمنا المشروع الجديد والأفكار الجديدة وما الذي يجب علينا أن نقوم به، ولكن كما قلت لك في السابق يجب أن نستمر حتى نحصل على نتائج جيدة. تحدثنا في كل يوم وتحدثنا ما يقوم به مثل المدرب الذي يتحدث كثيرا مع اللاعبين، وبالنسبة لنا الأمر متشابه. نتحدث مع الرئيس حول هذا المشروع وما ينبغي علينا القيام به وما نريده، وبعد ذلك نريد النتائج من الرئيس. وفي جولة الفيفا المقبلة، دورة كأس العالم المقبلة وكذلك في زيوريخ، هذه هي النتائج، وإذا حصلنا على هذه النتائج الجيدة يمكننا أن نمضي قدما إلى الأمام. بصفتك رئيس مدير دائرة التحكيم بالاتحاد الدولي، هل لك علاقة مع مدراء التحكيم في الاتحادات القارية الآسيوية الأفريقية الأوروبية؟ وهل هناك اتفاق على هذا المشروع حسب رؤيتك أنت من الجميع، أم أن هناك ناس يعني تروح معاك على حسب المشروع ولكن لا تنفذ؟ إذا يعني هناك توافق ما بين مدراء التحكيم بالقارات العالم مع السيد ماسيمو بوساكا اللي هو الرجل الأول في التحكيم. نعم في الفيفا نحن لدينا 40 مليون دولار لهذا المشروع نستثمره لأربع سنوات، وهذا المبلغ 40 مليون دولار لأربع سنوات نعمل بشكل احترافي في مشروعنا، هذا يعني في زيوريخ نحن ننظم، وبعد ذلك مشروعنا سوف ينتشر إلى كافة أنحاء العالم لأننا نعمل بشكل متسق. لا يمكن أن نقول مثلا بأن الأمور مبنية على أفكارنا فقط، ولكننا منخرطون ومشاركون في وأن ينخرط الجميع معنا، ويجب أن نعمل وفقا لفلسفتنا. هذا يعمل أننا نقوم بهذا العمل ونقوم بعقد ورش عمل، وبالتالي لدينا نفس الفلسفة ولدينا مناقشات، وأحيانا ربما نترك بعض الاتفاقات، ولكن في نهاية الأمر يجب أن يكون هناك حل واحد. هذه يجب أن يكون هناك اتساق وإجماع على هذا الموضوع باعتبار أنه هذا أمر غاية الأهمية، وبحيث ينتشر في كافة أنحاء العالم والناس جميعا يعملون في هذا المشروع بشكل يومي منذ الصباح حتى الليل. حلو، أنا بسألك سؤال بس نطلع فاصل يعني أسمع الإجابة بعد الفاصل. ذكرت ما أنا طرحت سؤالي هذا لأن هناك في آسيا دول تستخدم الحكم الإضافي ودول لا تستخدم، هناك أوروبا تستخدم الحكم الإضافي، بعض من دول أمريكا اللاتينية تستخدم الحكم الإضافي، أفريقيا صعبة بسبب المال، فأبي أعرف وأسمع رأيك من ناحية استخدام الحكم الإضافي، هل هو شيء مميز ويعني ينفع التحكيم من خلال المباريات أم لا؟ نروح فاصل ومن ثم نعود لأسمع الإجابة. أهلا وسهلا بكم، رجعنا لكم بعد الفاصل مشاهدين الكرام في حلقة خاصة
في استضافة السيد ماسيمو بوساكا المدير دائرة التحكيم بالاتحاد الدولي لكرة القدم متواجد في الدوحة، لأن هناك معسكر لحكام كأس العالم للنساء في هولندا 2019 وحكام ساحة لثلاث قارات الآسيوية والإفريقية وأوقيانيسيا المتواجدين في الدوحة من تاريخ 11 أبريل حتى تاريخ 15 أبريل. نرحب مرة ثانية بالسيد ماسيمو، سألته عن رأيه في الحكم الإضافي، لأن هو ذكر قال احنا نطبق مشروع جديد الكل يتوافق معنا يحضرون في المعسكر، ولكن احنا نشوف ان الاتحاد الأوروبي يطبق الحكم الإضافي، دولة قطر طبقت الحكم الإضافي، في دول كثيرة في آسيا ما تطبق، في مصر، في أفريقيا، دول جميع الدول لا تطبق الحكم الإضافي، بعض من الدول في أمريكا اللاتينية. أسمع الإجابة مستر ماسيمو. يمكن القول وفقا لخبرتي الشخصية إنها فرصة ممتازة لإضافة هذا الحكم الإضافي، لأني نعم رأيت كنت حكما في سويسرا وصعدت في سلم التحكيم إلى مستويات عليا، ولكن بوفقا للمستوى الذي كنت أعمل فيه كان هنالك بعض الحكام الجيدين وهنالك بعض المباريات التي يديرها الحكام أحيانا يروا موقفا معينا، ولكن في الميكروفون ربما لا يكون التواصل بين الحكم والحكم الآخر، وحينما يكون لديك حكم بمستوى عالي فلا يعتبر هذا الحكم حكم على دكة البدلاء، ولكن هنالك تواصل معك، بمعنى أن هذا الحكم يجب أن يكون لديه نفس الخبرة التي يتمتع بها الحكم حكم الوسط أو حكم الساحة، وربما تكون هناك ضربة جزاء إذا قال كذا ويتحدث عنها، وربما تكون الخبرة أقل. لهذا السبب أقول بأن كل اتحاد محلي في دولة ما يمكن لديهم فرصة لأن يرفع الحكام إلى مستويات جيدة. إذا لم يكن الحكم في نفس مستوى حكم الساحة وعندها سيكون هنالك نوع من الاختلاف، يجب أن يفهم الجميع كرة القدم، أي الحكمان الذي في الساحة والذي يقف في الخارج. إذا كان الحكم بمستوى رائع يرى بأم عينيه ما يجري على أرض الملعب، وبالتالي يكون لديه تلك الخبرة الممتازة التي تكون لدى حكم وسط الساحة. إذن أن يعطي كذلك أن يساعد الحكم، إنه تمام مثل كرة القدم، مثل فريق كرة القدم الذي يساعد اللاعبون فيه بعضهم بعضا، وبالتالي تحدث مثل هذه المساندة بين الاثنين. نعم، بس أنا لحد الآن مع احترامي لطرحك، ولكن أريد إجابة شافية منك، هل أنت مع الحكم الإضافي عندما تكون الدولة عندهم حكام في نفس المستوى؟ يعني هل أنت تشجع الحكم الإضافي أو لا تشجع الحكم الإضافي؟ بالتأكيد، نعم بالتأكيد، كما قلت في السابق إذا كان الحكم في مستوى بنفس جودة الحكم حكم الساحة ومئة بالمئة في دولة واحدة يمكن أن تقوم بهذا، دولة واحدة ويعملون ذلك في دوري أبطال أوروبا 100% يمكن أن يكون ذلك، والآن أصبح لدينا عدد جيد من الحكام وبالتالي يمكن أنا خلال أسبوع مثلا يقومون بنوع من المباراة في أسبوع في مباراة أخرى تختلف، وبالتالي لأننا حينما يكون هنالك عينان إضافيتان تقفان خارج الملعب فإن ذلك سيدعم حكم الساحة ويؤيده في اتخاذ قراراته المناسبة. إذا بالتأكيد فإن هذا سيساعد، ولكن بشكل عام فأن الحكم الجيد الذي يكون في خارج الملعب يكون جيدا. أذهب من هذا السؤال إلى سؤال آخر مهم، وخاصة كمشروع التحكيم، سمعنا في الآونة الأخيرة بأن الاتحاد الدولي
أو سمعت أن السيد ماسيمو بوساكا اجتمع مع الإيفاب اللي هو المجلس التشريعي الدولي لكرة القدم لطرح التكنولوجيا الجديدة، وهناك اختير في الأيام أو الشهور القادمة التجربة لطرح التكنولوجيا استخدام الجهاز أو تعديل في الفقرات، حذف 12700 كلمة من كتاب القانون، 3 مواد في القانون جديدة يتم التوضيحات والكونسيدريشن أو الاعتبارات اللي جات مع مشروع السيد ماسيمو بوساكا. رأيك في الموضوع هذه؟ رأيك في التكنولوجيا هذه؟ نعم نعم، كنت مخرطا في هذا الموضوع في قبل أسبوعين، والأمر ليس سهلا لأن هنالك مناقشات كبيرة جدا، وجاء الرئيس الجديد للفيفا أتى بأفكار وعقلية جديدة وفلسفة جديدة لكرة القدم، وهذا الرئيس الجديد للفيفا يريد أن يتحدث عن هذا الموضوع وعن كرة القدم. حينما نتحدث عن التكنولوجيا، نعم لدينا قرار تاريخي، قال نعم، قال يجب علينا أن نبدأ ودعونا نرى ما الذي يمكن أن نقوم به. ومن وجهة نظري الشخصية فإن التكنولوجيا نحن جاهزون اليوم، لدينا هذه التكنولوجيا وهي تنجح وهي ناجحة. لماذا تنجح؟ لأن لدينا كاميرا على الخط، والكرة التي تعبر الخط تماما زي بالتالي يظهر. إذن ليس تفسيرا، إنها حقائق، حقائق مجردة. إذن منذ متى حينما نذهب إلى هذا الاتجاه، حينما تكون هناك تكنولوجيا تساعد الحكم بحقيقة لا تفسير لذلك، أقول نعم إن هذا الأمر سينجح. هذه وجهة نظر الشخصية. هذا يعني أن الأخطاء الكبيرة التي يرتكبها الحكام سيتم النظر إليها من شخص خارج الملعب، ولا يقول للحكم لا يجب عليك أن تغير قرارك حسنا، ويقول سأغير القرار. ولكن اليوم نريد أن نراجع كل شيء، بمعنى أن الاتصال بين اللاعبين والاحتكاك وأي شيء يمكن أن يكون جاهزا من أجل أن نناقش وأن نعمل تفسيرات. يمكن يجب أن يكون ذلك في خلال 3 ساعات وبالتالي تخص قرار. إذن التكنولوجيا تساعد الحكم، خاصة حينما تتغير نتائج المباراة يكون هناك أخطاء كبيرة. ولكن يجب أن يقول فيما يتعلق بموضوع التفسيرات، حينما تعطي ضربة جزاء وتقول حسنا رأيت الساعة ليست صحيحة، يقول ربما لا يكون هناك احتكاك بين اللاعبين وبالتالي لا ينبغي منح، تعطيك الحقيقة لا تعطي تفسيرات متناقضة وإنما حقيقة واقعة. والآن نحن الآن نناقش هذا الموضوع، سنبدأ بمباريات ودية لنرى ما الذي يمكن مراجعته، ودعونا بعد ذلك نرى ما الذي يحدث ويمكن أن يساعد الحكم في تقليل أخطائه. عندنا بعض اللقطات، لقطات من الاتحاد الدولي ولقطات محلية، وأتمنى نطلع على الشاشة ومن خلال الشرح واللقطة. مهم جدا التوضيح بالنسبة للحكام، بالنسبة للمشاهدين، خاصة اللقطات اللي دائما يعني ركلات الجزاء، الطرد، وبالتحديد الاعتبارات اللي استخدمتوها في الآونة الأخيرة. الاعتبارات مهمة جدا للحكم حتى يأخذ القرار اللي هو الكونسيدريشن أو لا. بالتأكيد الاعتبارات دائما هامة جدا، وكما ذكرت لك قبل قليل، ولكن دعني مرة أخرى أقول بالنسبة لي ما هو مهم هو أن تكون متأكدا من وجود شيء، من واقعة حقيقية. إذا لم تكن واقعة متأكدا لا يمكن لك أن تغير وجهة النظر، من الأمر يكون صعبا. يجب أن تكون متيقنا متأكدا. إذا كنت أنا الشخص المسؤول خارج الملعب وحوالي 70,000 متفرج وأعطيت كرت بطاقة حمراء وهنالك اعتبارات للملعب والحكم الذي يقرأ المباراة، ليس فقط مستوى المباراة، ولكن يجب أن أقول لا يا صديقي، يجب أن تغير وجهة نظرك. لا يمكن أن أقول ذلك. لا يكون أنا الشخص المسؤول في هذه اللحظة. سأقول
أكون خائفا من تغيير قراري، إنني متأكد من هذا وفقا لخبرتي. إذا من وجهة نظر الشخصية يجب أن نذهب إلى أن يكون الأمر واضحا جدا. إذا لم يكن واضحا فإننا سيكون الأمر صعب جدا أن نغير وجهة النظر أو الفكرة في هذه اللحظة. لماذا نحن نريد أن نغير شيئا؟ يجب من الأفضل أن نبرمج مكينة واحدة أو جهازا واحدا ونضعه في الخارج، وهذا الجهاز نقول له اتخذ قرارك. نعم. أعتقد بأن كرة القدم وهذه رسالة للجميع. نتوقع الأخطاء. اللاعب الذي يدفع له ملايين الدولارات لا يسجل الأهداف. هل نقوم نحن باستبدال اللاعب أو يقول الحكم بدلا من اللاعب؟ نحن يجب علينا أن نعرف أن هنا ربما يكون خطأ. كل جميع يخطأ، الله عز وجل الذي لا يخطأ، ولكن البشر يخطئون. يجب علينا أن نقلل هذه الأخطاء. هذا أمر هام جدا، أن نقلل الأخطاء. وربما تكون ثلاثة أخطاء، ربما نقول لك أنك خطأ، أنك حكم سيء، ولكن إذا كان خطأ واحد فإنه لا بأس. حتى يكون حكم ناجح، شنو الشروط المتوافرة في الحكم حتى أن يكون ناجح داخل أرضية الملعب أو خارج أرضية الملعب؟ نعم، قلت أمرا في غاية الأهمية، ليس فقط داخل الملعب ولكن أيضا خارج الملعب. الحكم يجب أن يكون قادرا أن يقدم نفسه وأنه قادر على أن يدير المباراة. وكما قلت لك بالنسبة هنالك بعض الظروف لا تكون واضحة، يجب أن أرى هذه الظروف. أريد أن أرى الحكم كيف يكون هذا الحكم قادرا على ما يحدث داخل أرضية الملعب، أن يعرف كذلك أن هؤلاء اللاعبين يلعبون مثلا 5-3-3 أو 4-3. يعرف خطة اللعب، يعرف خطة لعب كل فريق. الفريق الذي يقوم بالضغط يجب علينا أن أغير موقع مكاني أو أتموضع في مكان لأنه هنالك ضغط من فريق على آخر. إذا بالنسبة لي هذه الظروف التي نختار مثلا هذا الحكم مثلا بالنسبة للرجال والنساء. الأمر سهل، ولكن نريد أن نرى الحكم الذي يفهم كرة القدم. هذا أمر في غاية الأهمية. عندنا حالة، خلينا نشوف حالة الطرد الأولى مع سيد ماسيمو حتى نشوف الحالة. يا أستاذ شريف الله يحفظك، على الشاشة حالة الطرد الأولى هذه. لا، ناخذ مباراة السد والسيلية. يا هذه مصلال والجيش يا الأسعد. اي عطني السد والسيلية، عطني اللي رأيك مستر ماسيمو. عطني رأيك في موضوع هذه اللعبة. عطني الغرافة. عطني اللعبة هاي. يا شباب. يا أخي عطني الغرافة. كلامي واضح. هذه لقطات سيد ماسيمو. متنوعة، في هناك ركلة جزاء وفي لمسة يد وفي هني فاول، وأيضا هذه إحدى اللعبات راح نتكلم عنها واحدة. هذه يسمعني سيد ماسيمو؟ Yes, I can hear you. نعم أسمعك. هذه اللعبة ركلة جزاء أو لا؟ نعم.
أعتقد من المهم جدا هنا في وكانت هناك نقاشات جيدة حول هذا الموضوع، نتحدث بشكل عام عن التحكيم ومشروع التحكيم وموقع اللاعب وموقع الحكم، أن نكون في مكان جيد لنتوقع المباراة وأن كذلك أن نتخذ القرار الصحيح. إذا أردت أن تحلل هذا الموقف أعتقد أن يمكن أن تسأل نفسك ارجع من البداية، خليك ايوه من البدايه من البيجينينج. اوكي الحكم حركات الحكم جيد متواضع ومتوقع بشكل جيد وفي مكان جيد. هنا توقف الحكم، هنا كان في موقف ممتاز. ارجع قليلا الى الوراء، ارجع الى الخلف، ارجع لا روح قدام، تقدم تقدم. اوكي هنا اوكي إذا موقف الحكم كان رائعا جدا متواضعا في شكل ممتاز. توقف هنا، إذا هو يثق ب إنني أسألك هل تثق بقرار الحكم؟ نعم إذا تثق في قرار الحكم إذا أيضا أثق في قرار الحكم. هذا حكم جيد، حينما يكون الحكم قريبا جدا من مكان الحدث يمكن أن يرى بعينيه الموقف والخطأ الذي حدث، وحينما يرى كذلك حركة يد اللاعب. هذه إحدى القضايا المهمة جدا لأننا نتحدث عن جسم اللاعب، جسم اللاعب. أي عبدي اللقطة. نعم. من المهم جدا. الأخيرة بالضبط. لهذا السبب يجب أن نحلل الموقف، لأن أعتقد بأن. لا لا I know أنا أعرف، ولكن بعض الأحيان يجيك مشاهد أو مسؤول يسأل يقول لك يا أخي اللاعب المدافع نازل على الأرض في الاعتبارات الجديدة، وخاصة اللي أكدت عليها أن اليد يجب أن تكون طبيعية، وهناك شيء مهم جدا وهو المجازفة اللي هو الرزق من المدافع في هذه الحالة، صح ولا أنا غلطان من خلال التعبير هذا؟ لا أنت محق تماما، هذا شيء رائع جدا. من المهم جدا أن نحلل نفس الموقف، وحينما يسقط اللاعب على أرض الملعب وجسد اللاعب يجب أن يكون اللاعب جسده حينما يكون واقفا، وبالتالي حينما يظل جسد اللاعب هكذا، وبالتالي فإنك لأنها حركة طبيعية، وحينما يسقط اللاعب على الأرض فإنه يقوم بنفس الحركة، بمعنى أن يده ستكون تحته بهذه الطريقة. لماذا نعطي فكرة مختلفة أو اختلاف؟ لماذا نفسر؟ لأن هذا